وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. برحب بحضرتك أستاذ صلاح. إذن قراءة صحفية شاملة حول هذه المبادرة التي تخص الطبقة المتوسطة بشأن توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة. وطبعا في إطار الدور المجتمعي المهم الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة جديدة وفقا لتوجيهات أو استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. طبعا هذا الدور المجتمعي الهام يصب في اتجاه تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة وأن يعني استهلاك المواطنين من هذه السلع يأتي يعني في بمعدلات مرتفعة نسبيا، إلى جانب طبعا ارتفاع الأسعار الملموس في هذه السلع تحديدا، خاصة وأن الطبقة المتوسطة التي يعني أصبحت الآن تواجه تحديات كبيرة في ظل التحديات المعيشية، فده بيأتي في دور التخفيف عن كاهل المواطنين، إلى جانب طبعا أنه توفير هذه السلع بجودة عالية داخل منافذ المؤسسة، ده إلى جانب الدور المهم الذي تطلع به مؤسسة حياة كريمة. يأتي هذا الدور الجديد ليصب في اتجاه الهدف الأسمى للدولة المصرية ووفقا لتوجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلا عن أنه طبعا هذه المبادرة ستقوم بدور مجتمعي مهم وهو شراء السلع بأسعارها المخفضة من المنتجين وعرضها على المواطنين بأسعار أيضا مخفضة، فده بيخفف العبء من جانب ويقضي على ظاهرة جشع التجار في هذه السلع المهمة، لأنه بالفعل يعني هناك ارتفاع ملموس في أسعار اللحوم والدواجن على وجه خاص خلال الفترة الماضية. فدور المؤسسة يصب في اتجاه يعني الدور المجتمعي المهم من أجل أولا الوصول إلى المواطن عبر المنافذ المتنقلة، إلى جانب طبعا الشوادر التي تقوم بها العديد من الجهات الأخرى سواء وزارة الداخلية أو القوات المسلحة التي تقوم بدور أيضا مهم في هذا الاتجاه. فدور مؤسسة حياة كريمة بما لديها من خبرات الآن وما تطلع به من مهمة لتخفيف العباء عن المواطنين، فده استجابة لنداء الرئيس وتوجيهاته بالعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصري في القرى والمدن، خاصة وأن هذه المبادرة ستشمل الكثير من المحافظات ولا تقتصر على محافظة واحدة أو عدد محدود من المحافظات، بل ستشمل الكثير من المحافظات وتصل إلى معظم المواطنين في يعني أنحاء كبيرة ومدن كبيرة. يعني أستاذ صلاح، الحقيقة حضرتك ذكرت دلوقتي نقطة في غاية الأهمية، الحقيقة هي أنه المبادرة دي هتشمل تقريبا كل محافظات الجمهورية. إذن كيف تسهم برأيك في دعم الإنتاج المحلي أو المنتج المحلي خلينا نقول، وكمان دعم المزارعين في زيادة الإنتاجية وتشجيعهم على زيادة الإنتاج؟ هو طبعا المبادرة لها هدف أهم، هو أولا الدخول على المنتجين وشراء منتجاتهم بشكل مباشر من المنتج، يعني من المنتج إلى المستهلك مباشرة وليس هناك وسطاء في الطريق، حتى تكون السلع في متناول أيدي المواطن المصري بأسعار منافسة وأسعار شبه مدعمة، لأنه المسألة أصبحت الآن يعني أنه يكون هناك دور للمؤسسات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدور فعال، خاصة وأن هناك بالفعل نجاح شهده هذا المجال سواء من جانب المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والمبادرات التي فعلتها وزارة الداخلية وتقوم بعرض السلع والمنتجات، إلى جانب طبعا مؤسسات القوات المسلحة التي تعرض أيضا منتجات بأسعار منافسة وأسعار مدعمة، يعني حتى تخفف العباء عن كاهل المواطنين. فطبعا
مؤسسة حياة كريمة بالدور الجديد الذي اطلعت به. الآن هي تقوم بشراء المنتجات المحلية من المنتجين والمربين بشكل مباشر، وليس هناك وسيط أو وسطاء، وتقوم بعرض هذه المنتجات بشكل مباشر، وتشمل هذه المنتجات وتقوم بتغليفها وتعبئتها حتى تعرض بشكل يعني جيد وشكل يناسب احتياجات المواطن. إلى جانب طبعا أن هناك يعني في الطريق يكون دايما للوسطاء أو التجار دور وربح مبالغ فيه أحيانا لأمر الذي الحياة على المواطنين أو يزيد من تكلفة السلع. فالمؤسسة بما لها من دور مجتمعي تقوم بهذا الدور، وتقوم بشراء المنتجات بأسعار منافسة وتعرضها بسعر منافس أيضا، فهي تقوم بهذا الدور حتى يتم تقديم هذه السلع بأسعار جيدة ومنتجات تكون يعني ذات جودة عالية. فالمجتمع في النهاية هو الذي سيحصل على هذه السلع بأسعار يعني منافسة أو أسعار شبه مدعمة. فالموضوع أصبح الآن يعني هناك الدور المجتمعي لهذه المؤسسات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني الذي تطلع به إلى جانب مؤسسات الدولة طبعا، فده طبعا بيخفف العباء عن المواطنين ويقضي تماما على ما نسميه أو نصفه بالاستغلال من جانب التجار أو يعني تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن البسيط. فده دور مجتمعي تقوم به مؤسسة حياة كريمة إلى جانب الأدوار الأخرى التي طلعت بها ونجحت في أدائها تماما على مدار الأعوام الأخيرة، خاصة وأن مؤسسة حياة كريمة أصبحت الآن تقوم بأدوار مجتمعية بالغة الأهمية ويعني المواطن يحتاجها بالفعل. طيب أستاذ صلاح، يمكن ده هيخليني أستفسر من حضرتك على جزئية. حضرتك ذكرت طرفي معادلة هو الدولة والمواطن، إزاي نجحت الدولة إنها تكسب ثقة المواطن؟ وده ظهر الحقيقة في المبادرة دي من خلال حجم الإقبال الكبير جدا على الشراء، كمان توفير جودة عالية زي ما حضرتك ذكرت. لأنه طبعا السلع عندما يعني دايما احنا كان عندنا مفاهيم في السابق انه القطاع العام عندما يعرض السلع يعرضها بشكل أقل جودة، لكن الآن الاهتمام بالجودة والاهتمام حتى بشكل السلع عندما تعرض بشكل يعني يعني التعبئة الجيدة والتغليف الجيد ومخاطبة المستهلك وفقا لسلوكياته ووفقا لأدبياته، فده طبعا بيصب انه شكل السلعة في حد ذاته أصبح الآن شكل منافس للقطاع الخاص واللي بيعرض في الهايبرات الكبيرة والماركات الكبيرة. فالنهاردة لما يكون المنتج على أعلى مستوى بمثل ما نشاهده في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المشابهة، أعتقد أن المواطن في النهاية هو المستفيد وهو الذي سيثق بمجرد أنه يقبل على السلعة ويعني يشتري هذه المنتجات، فهو الحكم في النهاية، خاصة وأن السلع الآن أصبحت بالفعل تنافس أولا وفقا للتعبئة ووفقا للجودة، تنافس مثيلتها لكن بسعر أقل وتكلفة أقل. لأنه زي ما شرحت لحضرتك هو الموضوع أنه أولا مبادرة حياة كريمة بما تمتلكه من إمكانات كبيرة ولديها يعني إمكانات تؤهلها لذلك، تقوم بالشراء من المنتج مباشرة وتقوم هي بتغليف هذا المنتج وعرضه في وحداتها المتنقلة بأسعار تكاد تكون يعني أسعار التكلفة تقريبا، ولا تحقق يعني تعتبر لا غير هادفة للربح، هي تقدم خدمة في المقام الأول وتستهدف تقديم منتج بأسعار مخفضة. في النهاية هو ده يصب في صالح المواطن الذي يستفيد من فروق الأسعار التي يعني قد يتحملها تكلفة التغليف والتعبئة ونقل السلع وما إلى ذلك. فطبعا أولا الشراء بكميات كبيرة من المنتجين وعرض السلع أيضا بذات الكميات طبعا بيخفض من تكلفة السلع، إلى جانب أنه الفاقد من هذه السلع بيكون طبعا غير موجود على أرض الواقع، لأن المؤسسة بما لديها من إمكانات تستطيع أن تحقق الاستفادة القصوى من هذه المنتجات، وبالتالي التكلفة بتكون أقل، وبطبيعة الحال ده كله بينعكس إيجابا على المواطن الذي يعني سيحصل على السلعة بتكلفة يعني مناسبة ليه وأسعار تكاد تكون يعني بسعر التكلفة تقريبا.
وده اتساقا بكلام حضرتك، هي الدولة الحقيقة دايما بتستهدف المواطن المصري من خلال عديد من المبادرات الحقيقة اللي بتطلقها، وكمان حمايته من جشع التجار. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.